الناخبون الأكراد يصوتون على الانفصال وحكومة بغداد ترفض التعامل مع استفتاء كردستان. مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية أفراد داعش يهربون من دير الزور. تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في كردستان العراق للتصويت في استفتاء الانفصال رغم المعارضة الإقليمية والدولية. وكان مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق قد تعهد بالسعي لإجراء محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن نتائج الاستفتاء. طالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات رداً على الاستفتاء على الاستقلال الذي يعقده الأكراد في شمال العراق. وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة طلبت أيضاً من الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع إقليم كردستان والتعامل مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بالمطارات والحدود. هذا ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم القيادات في إربيل وبغداد إلى تجنب التصعيد على خلفية استفتاء كردستان، مؤكدا على ضرورة العودة للحوار لتجنيب الشعب ما لا تحمد عقباه. وطلب معصوم في بيان له أنه يجب بذل أقصى الجهود لإبعاد العراق ووحدة الشعب العراقي عن الأخطار الجسيمة المحتقة. كما قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه يرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراق وأمن واستقرار المنطقة. وأضاف أن معظم مشاكل كردستان داخلية وليست مع بغداد وستتفاقم بعد الاستفتاء. واتهم العبادي مسؤولين أكراد بالفساد في ملف النفط. نبقى في العراق وميدانيا نفذ طيران التحالف الدولي 53 ضربة جوية منها 46 ضربة في قضاء الحويجة أسفرت عن قتل 48 إرهابيا. وأدى القصف أيضا إلى تدمير مقر قيادة وسيطرة وأربعة مستودعات للأسلحة ومعمل لصنع العبوات الناسفة، كما تم تدمير حاويات محملة بالمواد اللوجستية. يرافق متطوعون من أهالي الحويجة القوات العراقية لتزويدها بالمعلومات الاستخبارية وإرشادها إلى الطرق الأفضل عبر جغرافية المدينة بهدف تحقيق تقدم ميداني أوسع وتسريع عمليات التحرير، إلى جانب سعيهم لفك حصار داعش عن أقاربهم الذين يحاول مقاتلو التنظيم استخدامهم دروعا بشرية. المزيد مع مراسل أخبار الآن وسام يوسف. هؤلاء الذين يرافقون القوات الأمنية العراقية أثناء معارك تحرير منطقة الحويجة هم مقاتلون محليون من أجل مساعدة هذه القوات أثناء تقدمها، حيث تحرص هذه القوات على مشاركة هؤلاء المتطوعين. فرحة لا توصف، أنه إحنا الآن نرجع لمناطقنا ونحرر مناطقنا اللي انحرمنا منها فترة 3 سنوات و4 أشهر خسرنا بيها بسبب هؤلاء الدواعش اللي انتهكوا الحرمات واللي أتلفوا الحرث والنسل، ففرحتنا كبيرة جدا بعودتنا. نشكر كل القطاعات الأمنية اللي ساهمت واللي مستمرة الآن بتحرير مناطقنا للعودة إليها إن شاء الله قريبا جدا. أغلب هؤلاء المتطوعين قد تركوا منازلهم ومناطقهم منذ أن دخل مقاتلو داعش وسيطروا عليها قبل 3 سنوات، كونهم كانوا منتسبين إلى الأجهزة الأمنية سابقا. هذا وصل بيته. موسى غزوان. المعلومات التي يوفرها هؤلاء المتطوعون المحليون للقوات الأمنية العراقية مهمة وداعمة لتقدمها في مناطقهم،
إضافة إلى معرفتهم بجغرافيتها حيث تمثل عاملا مساعدا ومهما في المعارك. يعني فارقت طبعا أهلي وأطفالي وهذا 3 سنوات صاير لي، والحمد لله هسه راح أطب منطقتي وبيتي، هسه راح أطب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أروح لأهلي إن شاء الله. ليست مساعدة القوات الأمنية العراقية فقط، هي حافز هؤلاء المتطوعين ودافعهم للمشاركة في عمليات التحرير، بل أيضا جهود لتخليص أقاربهم وأهليهم الذين ما زالوا تحت حصار داعش، إلى جانب تحرير منازلهم التي استولى عليها التنظيم قبل 3 سنوات. فاصل قصير ونواصل نشرتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قتل جنرال روسي في قصف لتنظيم داعش قرب دير الزور في شرق سوريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الروسية الأحد عن وزارة الدفاع. وقالت الوزارة أن الجنرال فاليري أسابوف قتل بانفجار قذيفة خلال قصف مفاجئ بالهاون قام به مقاتلو تنظيم داعش. استهدفت قوات النظام السوري أحياء سكنية ومدارس في مدينة دوما وبلدات الغوطة الشرقية في دمشق، ما أسفر عن قتل طفل وإصابة 25 آخرين. كما طال القصف المدفعي والصاروخي حي جوبر في العاصمة دمشق مخلفا مزيدا من الدمار في الأبنية والممتلكات. ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري وجه ضربات لقواعد تابعة لتنظيم داعش في شرق سوريا بطائرات بدون طيار، وقال إن الهجمات وقعت بالقرب من الحدود السورية العراقية ودمرت مركبات وعتادا عسكريا وذخيرة. ومع تزايد تضييق الخناق على تنظيم داعش في مدينة دير الزور، لجأ أفراد التنظيم لشراء بطاقات شخصية مزورة للخروج من مناطق احتلاله في دير الزور باتجاه الشمال السوري. المزيد من التفصيلات نتابعها في التقرير التالي. تضييق الخناق على أفراد داعش داخل دير الزور واستعار العمليات العسكرية قرب المدينة وفي الريف دفع عددا من المقاتلين في صفوف التنظيم لاستخدام طرق عدة للهروب خارج المدينة قبل الموت المحتوم. شراء بطاقات شخصية مزورة للخروج من مناطق سيطرة التنظيم في دير الزور باتجاه الشمال السوري كانت إحدى أبرز الأساليب التي اتبعها الفارون من داعش. تلك المعلومات أكدتها مصادر لوكالة سمارت نيوز السورية المعارضة، والتي نقلت أيضا عن مصادرها قولهم إن ثمن البطاقة الشخصية يصل حتى 30,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 60 دولار أمريكي، تشترى من مزورين مقيمين في شرق دير الزور. المصادر ذاتها أكدت أيضا أن الجيش السوري الحر والشرطة الحرة في مناطق درع الفرات تضبط أسبوعيا نحو 6 عناصر أثناء محاولتهم المرور عبر البطاقات المزورة، وهو ما يؤكد إقبال أفراد التنظيم على استخدام مثل هذه الأساليب في الهرب من المعارك هناك. إلى جانب ذلك، تم رصد حالات استسلام كثيرة، والتي كان آخرها تسليم 10 أفراد من تنظيم داعش أنفسهم إلى مؤسستين أمنيتين تتبعان غرفة عمليات درع الفرات. تسارع مجريات الأحداث في سوريا والعراق في عملية طرد داعش يبدو أنها جعلت من أفراد التنظيم يوقنون بأن دولتهم المزعومة زائلة لا محال، وأن الهرب هو الحل الوحيد أمامهم قبل الموت في المعارك الخاسرة. وبالتوازي، فرض تنظيم داعش غرامات مالية على كل من يحاول الفرار من مناطق احتلاله من المدنيين في محافظة دير الزور، إضافة لعقوبة الحبس. وأصدر التنظيم قرارا بتغريم كل مدني سواء كان رجلا أو طفلا أو امرأة يحاول الفرار من مناطق سيطرته في دير الزور بمبلغ 100,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 200 دولار أمريكي. أم رائد، امرأة من ريف درعا، تم اعتقالها لبضعة أيام في سجون داعش، تعرضت للتعذيب. أم رائد تتحدث عن الخوف الذي انتشر في قرية التسيل بريف درعا عند دخول التنظيم، وكيف عم الفرح بعد طرد داعش من البلدة. يعني هي مرة من الشجرة من حوض اليرموك، متزوجة بالتسيل من أكثر من 45 سنة، معاي بنات وأولاد الحمد لله، بس
عنده يوم كان حوض اليرموك من فترة مع الخال ما كانش الأوضاع هاي، بس من يوم دخل داعش الناس صارت يعني إجرام من يعني مكاني مبسوطة كانت جرثومة بقريتنا وارتحنا منها، كان غض كانوا غم على قلوبنا يعني كانوا يعني ما يخلونا نتحرك، كانت النسوان خايفة منهم، الزلم خافت منهم يعني مستوحشين لدرجة فاتوا عتسيل وحوش، صاروا يعملوا تصرفات خامة، صاروا يعملوا تصرفات خاطئة، يعني صاروا يفوتوا على البيوت ينهبوها، صاروا يفوتوا انت بيت مرتد انهبوه من عند المخدة وانت طالع. بس يوم العام طلعوا بلحظات يعني انه شلون طلعوا ما نعرفش. احتدمت التوترات في الآونة الأخيرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي. آخر التطورات في شبه الجزيرة الكورية نتابعها في المادة التالية. آخر التطورات في شبه الجزيرة الكورية تمثلت في تحليق قاذفات أمريكية بالقرب من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية لإثبات والتلويح بالخيار العسكري لمواجهة أي تهديد. البنتاغون أكد بأن هذه المهمة هي إظهار لعزيمة الولايات المتحدة ورسالة جلية بأن الرئيس دونالد ترامب لديه خيارات عسكرية لمواجهة أي تهديد. جاءت إذن هذه التطورات العسكرية في أعقاب تراشق في التهديد والوعيد بين زعيمي البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن وزير الخارجية الكوري الشمالي وزعيمه كيم يونغ أون لن يبقيا طويلا إذا ردد وزير الخارجية الكوري أفكار رجل الصواريخ الصغيرة في إشارة إلى كيم يونغ أون، على حد قول الرئيس ترامب الذي وصف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة زعيم كوريا الشمالية برجل الصواريخ. في الجهة المقابلة توعد رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون نظيره الأمريكي بدفع ثمن باهظ بسبب تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ، وصفا إياه بالعجوز المجنون على حد قوله. قال إذن في بيان نادر إن بلاده ستدرس أعلى مستويات الإجراءات المضادة القوية في التاريخ ضد الولايات المتحدة ردا على تهديد ترامب بتدمير كوريا الشمالية بالكامل. أما وزير خارجية كوريا الشمالية قال إن الرئيس الأمريكي يقوم بمهمة انتحارية، مؤكدا أن ترامب سيدفع ثمنا باهظا بسبب خطابه الذي قال فيه أيضا إنه سيدمر تماما كوريا الشمالية إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها أو عن حلفائها. دوليا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة لن تقصف كوريا الشمالية لأنها متأكدة من امتلاك بيونغ يانغ لأسلحة نووية. حكومة اليابان أيضا تعتزم نشر منظومات دفاع صاروخي أمريكية على الساحل الغربي للبلاد لحماية نفسها من صواريخ كوريا الشمالية. هذا ويعتقد الكثير من المراقبين بأن الحرب الكلامية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لا تخدم أي حلول دبلوماسية لتثبيت طموحات كوريا الشمالية النووية. المزيد حول ما قد تؤول إليه هذه المشادات في التقرير التالي. تراشق بالكلمات وتفنن في انتقاء الأوصاف، أي الكلمات توجع أكثر وأي الأوصاف تضرب العمق أكثر؟ هذه الحرب الكلامية التي بطلها دونالد ترامب زعيم إحدى أقوى دول العالم وكيم جونغ أون زعيم إحدى أكثر الدول في العالم المثيرة للجدل باتت تثير القلق العالمي، فهل ستتوقف الحرب حد الكلام أم أنها مهاد لحرب نووية جديدة تهدد العالم؟ صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سلطت الضوء على المخاوف التي أثارتها الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مشيرة إلى أن تلك الحرب قد تتطور إلى مرحلة جديدة أكثر تقلبا وتسارعا، وذلك في ظل تهديد الشطر الشمالي بإجراء تجربة نووية في المحيط الهادي، وحالة تنفيذ بيونغ يانغ تهديدها ستعد هذه التجربة النووية الأولى منذ 37 سنة، وهو تهديد قد يسرع قرار الحرب في ظل دراسة الإدارة الأمريكية للخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك توجيه ضربة عسكرية استباقية حال رصد أي محاولات من قبل الشطر الشمالي للتحضير لإجراء تجربة نووية. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى تصريحات ترامب الذي وصف خلالها زعيم كوريا الشمالية بأنه رجل مجنون، وذلك بعد ساعات من تصريح كيم جونغ أون الذي وصف خلالها الرئيس الأمريكي بالمختل عقلياً. وتابعت نيويورك تايمز بأن المواجهة طويلة الأمد بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون الذي وصفه الرئيس الأمريكي مؤخراً بأنه الرجل الصاروخ عرقلت الجهود الدبلوماسية وحولت مسار الأزمة إلى إهانات على الساحة الدولية، الأمر الذي سيعرقل أي جهود لإيجاد حل دبلوماسي
للنزاع حول برنامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها عن القانون الجديد الذي يفرض حظر السفر على مواطني عدة دول من دخول أراضيها، وقد فرضت قيود على دخول مواطني كوريا الشمالية وتشاد وإيران والصومال واليمن وفنزويلا وسوريا، وأن العراقيين سيخضعون لفحص إضافي لدخول الولايات المتحدة لكنهم لن يواجهوا قيودا. فاز حزب المحافظين الألمان بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية وحصدوا نحو 33% من الأصوات. وعقب إعلان النتائج الأولية أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أنه لن يشارك في ائتلاف حكومي مع المحافظين في حكومة جديدة برئاسة ميركل. قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن زلزالا قوته 5 درجات وتسعة أعشار الدرجة ضرب موقعا قبالة ساحل غرب المكسيك. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت أن زلزالا بقوة 6 درجات و20 درجة وقع على بعد 12 ميلا جنوب شرق وهاكا بالمكسيك، وذلك بعد أيام على زلزال مدمر. وارتفع عدد قتلى زلزال المكسيك المدمر إلى 320 قتيلا، ومع انهيار آلاف المنازل نما الناجون في الشوارع أمام منازلهم وفقا لرويترز. فقرتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل. دورات لتمكين المرأة في الغوطة الشرقية لمواجهة أعباء الحصار. نبدأ جولتنا من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت أبل: هل هناك ثورة جديدة في تقنيات التلفزيون؟ قال تشارلي روز المدير التنفيذي لشركة أبل بأن التقنية التلفزيونية ما تزال عالقة في تكنولوجيا السبعينيات، ولكنه لم يفصح متى يمكن أن تقوم أبل بنقل التلفزيون إلى المستقبل. التلفزيون هو مجال نواصل زيادة الاهتمام به بحسب ما أبلغ روز، مكررا ما قاله في مقابلة سابقة مع براين ويليامز في 2012 بأنه مجال اهتمام مكثف. صحيفة الراي الكويتية عنونت: لا طوابير انتظار أمام متاجر أبل. أعلنت شركة أبل بدء طرح هاتفيها الذكيين الجديدين آيفون 8 وآيفون 8 بلس في عدد من الأسواق حول العالم، ولكن اللافت أن الإطلاق لم يحظى بصخب عشاق أبل المعهود، ويعتقد على نطاق واسع أن الفتور الذي شهده إطلاق الهاتفين يعود في المقام الأول إلى أن معظم عشاق عملاق التقنية الأمريكية ينتظرون إطلاق هاتف آيفون إكس المقرر مطلع شهر نوفمبر المقبل. ومع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت: لينوفو تطلق نسخة جديدة من لابتوب ثينك باد الشهر المقبل. أعلنت لينوفو عن أحدث نسخة من لابتوب لينوفو ثينك باد خلال معرض CES الذي عقد خلال شهر يناير الماضي في لاس فيغاس، وجاء مع تصميم أنيق وأكثر حداثة من الشكل التقليدي. وخلال الأيام الماضية ظهرت بعض التقارير عن لابتوب لينوفو القادم الذي سيأتي في الذكرى 25 على إطلاق IBM لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad الأولى التي وصلت إلى المستهلكين، وهذا قبل أن تستحوذ عليه لينوفو عام 2004. تحاول مجموعة من النساء في الغوطة الشرقية المحاصرة الالتحاق بدورات تدريبية متنوعة، وذلك بهدف تمكين المرأة من المشاركة بدور أكثر فعالية. وتسعى النساء للمشاركة بعدة دورات في التمريض والخياطة بهدف تأمين دخل قد يخفف عليهم الأعباء الاقتصادية التي يخلفها الحصار. تفاصيل في التقرير التالي. في بلدة الغوطة الشرقية بريف دمشق عكفت مجموعة من النساء على الالتحاق بدورات لإعادة تأهيل المرأة وتمكينها في عدة مجالات.
بلدة حمورية هي إحدى المناطق التي أقيمت فيها بعض هذه الدورات، ضمت عدة مجالات كالخياطة والتمريض وتعلم اللغة الإنجليزية وأعمال يدوية مثل الحياكة وحياكة الصوف ودورات في الكمبيوتر. احنا ما عم ننسى أهمية موضوع التمريض بالنسبة للسيدة داخل الغوطة بسبب وضع الحرب اللي نحن عايشينه، فكان من الضروري انه يكون عندنا مادة الإسعاف الأولي اللي تقدر هي إذا صار عندها ضرب أو قصف بالحي الموجودة فيه تعمل بعض الإسعافات الأولية لعائلتها أو للجيران لبين ما يتم نقلهم لأقرب منطقة طبية. طبعا من أهم وأصعب ما واجهنا من الصعوبات هي القصف أو الوضع الأمني يعني داخل الغوطة، هذا كان المعوق الوحيد. برد بيجي عندنا مثلا تأمين بعض المواد، لأنه هون الجمعية هي تكفل بتأمين بكل الاختصاصات جميع المواد اللازمة للاختصاص، يعني هي المتدربة فقط انه بتجي، يعني ما في اي شيء بتساهم فيه او بتدفعه، ففي شوية صعوبة بتأمين هاي المواد. تمتد الدورة لأربعة أشهر، يتم بعدها منح الطالب أو المرأة شهادة من مركز جمعية ربيع الحياة، وهي الجمعية القائمة على هذه البرامج من التدريب، إذ تسعى في الدرجة الأولى لمساعدة نساء فقدوا أزواجهن كي يتمكنوا من تأمين دخل يساعدهم في تأمين احتياجاتهم. أمور فادتها بحياتها مثل الخياطة والتمريض واوا، ففي أمور تانية مثل الحالة النفسية هي شجعتها وصارت شخصيتها قوية وصارت قادرة على مواجهة الظروف الصعبة وتعلمت أمور كتير هون، وبالإضافة أنه تفتحت مداركها يعني وصارت أفضل الحمد لله، بالإضافة أنه هي مثلا بتطلع من مجال التمريض قادرة على أنه تروح تشتغل بأحد النقاط الطبية، مثلا تعلمت بمجال الخياطة بعد 4 شهور صارت قادرة أنه هي تنتج أولادها أو أنه تشتغل بإحدى المراكز أو عفوا المشاغل الخياطة. تشارك النساء بشكل كبير في هذه البرامج، إذ يضم كل برنامج أكثر من 100 متدربة، ويؤكد القائمون على هذه الدورات أنها مهمة جدا للمرأة التي تسعى لتطوير نفسها والبحث عن عمل في ظل الصعوبات التي تواجهها في مناطق الحصار. مجموعة نساء بأعمار متنوعة شاركنا ببرامج تطوير وتمكين المرأة، يأملن في إيجاد فرصة عمل والحصول على دخل مادي يخفف عليهن أعباء الحصار ويساعد عائلاتهن. من المعروف أن كلما زادت عمليات الأيض في الجسم زاد معدل جسمك لحرق السعرات الحرارية، فما علاقة عملية الأيض أو التمثيل الغذائي بالوزن؟ المزيد من التفاصيل مع معدة فقرة التغذية منى عواد. يلعب التمثيل الغذائي أو عملية الأيض دورا أساسيا في تحديد قدرة القلب والدماغ على العمل بكفاءة، فهو يعمل على تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، وكلما ارتفع معدل الأيض زادت قدرة الجسم على التخلص من الدهون وبالتالي فقدان الوزن غير المرغوب فيه. وإذا كنت تبحث عن خسارة الوزن أو الحفاظ عليه، فبالتأكيد يجب عليك فهم سير عمليات الأيض وحرق الدهون لديك أو ما يسمى في الاستقلاب. لكن الاستقلاب قد يختلف من إنسان إلى آخر، فهناك أشخاص يأكلون كميات هائلة من الطعام ويتمتعون بجسم رشيق، وهناك من يأكل القليل القليل لكنه يعاني من زيادة في الوزن. فما هو الاستقلاب أو عمليات الأيض؟ هذه وما هي الأغذية التي تحفزها؟ وكيف نستطيع رفع معدلات الأيض؟ كل هذه التساؤلات تجيب عليها أخصائية التغذية والصحة لما النائلي. منى، طبعا الاستقلاب الغذائي هي عملية حيوية، طبعا الجسم بيحتاج ليقوم بعمليات حيوية، كرمال هيك بيحتاج طاقة ناخذها عن طريق التغذية عن طريق الغذاء بذاته. بنقوم بعمليات الاستقلاب الحيوية للغذاء كرمال نطلع الطاقة ليضل جسمنا قادر يمارس كل الوظائف الحيوية بالشكل الأمثل. ما هي الأغذية التي تحفز أو الأغذية التي ترفع من معدلات الحرق بالجسم؟ كل الأغذية اللي بتحتوي على مادة الكابسيسين، مادة الكابسيسين مثل الفلفل الحارة فيها هي المادة، هي بترفع من معدل الحرق. عنا زنجبيل أيضا بيرفع من معدل الحرق. السوبر فود، الأغذية اللي تسمى السوبر فود الغنية بمضادات الأكسدة ترفع معدل الحرق، بالإضافة طبعا للبروتينات، البروتين بيخلي الشخص شبعان فترة زمنية أطول وكمان بيرفع من معدل الحرق السعرات الحرارية. شرب الماء
وتناول 5 وجبات يوميا يساعد على جعل معدل الميتابوليزم عالي، وبالتالي نحن لازم نكثر خضر وفواكه، ناكل 5 وجبات غذائية، نشرب كمية عالية من الماء حتى يصير عنا الحرق عالي، وما ننسى دائما الشوفان أيضا بيساعد على سرعة حرق عالية لأنه بيحتوي أكيد على الألياف الغذائية اللي بتعطي الشبع وبترفع من الميتابوليزم. ما هي أبرز العوامل اللي بترفع معدلات الحرق بالجسم؟ كثير عوامل بترفع من معدلات الحرق. أول شيء عنا الرياضة. الرياضة بتسرع من معدل الحرق وبتخلي الميتابوليزم جدا سريع، وبالتالي أول نصيحة لازم نلعب رياضة طبعا تكون مناسبة للشخص لحتى يكون عندنا معدل الحرق جدا عالي. لازم نشرب على الأقل 2 لـ2.5 لتر من الماء الصافي قليل الصوديوم ليصير جسمنا قادر يقوم بعمليات الحرق، لأنه الجسم الجاف اللي ما في مي بيكون الشخص جسمه مرهق وتعبان ما له قادر أنه يعمل حرق جيد. والفيتامين دي يساعد على سرعة حرق جيدة، وبالتالي الأشخاص اللي عندهم فيتامين دي دال مخفض بيكون عندهم تراكم الدهون بمنطقة البطن ومعدل ميتابوليزم مخفض. وطبعا تنظيم النوم، تنظيم النوم، ننام من 7 لـ9 ساعات يوميا ليلا، نوم ليلي متواصل ذو جودة عالية بيساعد على طبعا تنظيم الميتابوليزم، ويساعد على افراز هرمونات الليبتينج والجريلين اللي هن هرمونات الجوع والشبع اللي اذا انتظموا بصير عندي ميتابوليزم عالي. طبعا ما نقعد على وجبه واحده، ناخذ 5 وجبات طعاميه متقطعه بيناتهم 3 ساعات بين الوجبه للسناك وبين السناك للوجبه كمان 3 ساعات، كرمال كل ما كنا عم ناكل اكثر وجبات صحيه وصغيره بصير عندنا معدل ميتابوليزم سريع جدا. وبالتالي الرياضة، المي، تنظيم النوم، وجبات طعامية، والعصائر الخضراء الغنية بمضادات الأكسدة هي اللي بترفع معدل الحرق. بالفعل يؤثر الطعام والشراب على معدل الحرق في الجسم، ولكن التأثير الأكبر يأتي من بناء العضلات والحفاظ على نشاط الجسم، حيث يمكنك الحفاظ على معدل حرق مرتفع لوقت أطول، فكلما زادت حركتك كلما زاد معدل الحرق بشكل أكبر. أكدت دراسة حديثة أنه يمكن تفادي حالات الوفاة بفضل 30 دقيقة من النشاط الجسدي اليومي. وقال معدو الدراسة إن نشاطا أطول يؤدي إلى تراجع أكبر في الوفيات الناجمة عن أمراض وعائية قلبية بفضل طريقة تنقلهم وطبيعة عملهم ومهامهم المنزلية. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. الناخبون الأكراد يصوتون على الانفصال، وحكومة بغداد ترفض التعامل مع استفتاء كردستان. مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية أفراد داعش يهربون من دير الزور. تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.